إن شاء الله اليوم هكمل موضوع اللي هو تحرير الصوت الرقم، تحرير الصوت الرقم باستخدام أدوبي أوديشن. طبعا أنا بحب أعيد هذه كمان المهارة كمان مرة عشان أكد عليها، لأنه كثيرا ما يخطأ فيها الطلبة، اللي هي عملية طريقة إني أنا أتعامل مع البرنامج كمشروع. كيف؟ باجي هي عندي الملفات الصوتية، نزلتها من أي موقع كان أو سجلتها أو جبتها، بروح بنشئ كمان مرة مجلد جديد بسميه مثلا هاي بروجكت اوديو، بروجكت اوديو مثلا، او بسميه باسم المجلد، بنشئ مجلد وباخذ الملفات الصوتيه اللي انا بدي اشتغل عليها. تمام، وبقول لها كنترول سي كنترول اكس اللي بدي اياه، يعني قص او نسخ وين ما بدي، نسخ كنترول اكس او كنترول في، كنترول في لصق. هذا كل الكلام اخذناه سابقا يعني معروف، فانت بدك تراجع المحاضرات عشان تعرف ليش. المهم نسخناها وين؟ جوا المجلد. حبيتي تستخدمي صوت جديد بنزله عندي، بنسخه وبحطه وين؟ في نفس المجلد. بعديها بروح على البرنامج الاوديشن وبسحبه وين؟ على البرنامج. لاحظي انا نسخته في المجلد، بعديها رحت على البرنامج وايش قلت؟ هي اللي هين في المجلد هذا موجود، باجي بمسكهم زي هيك، ممكن امسكهم مباشره زي هيك او اسحبهم واضيفهم وين؟ المدوب. بس هم وين موجودات؟ في المجلد تبعي اللي هو بروجكت اوديو مثلا، انا سميته هيك عندي بالتسميه، ممكن تسميه باسمك يعني مش قضيه يعني. تمام؟ سحبتهم وين؟ في نفس المجلد. هذه بدي اكررها اكثر من مره عشان الطلب اللي يكون عندهم مشاكل. ايضا شغله ثانيه دائما مشاكل بتظهر عند الطلاب، موضوع تعريف الاوديو الهاردويرز الموجوده عندي اللي هي الانبوت والاوتبوت. فبروح على ايديت بريفرنسز، حاجه اسمها اوديو هاردوير، دائما بختارها بعد بعلم عليها، وبعدين بقول له الانبوت بدي اعرف الميكروفون الداخلي او ميكروفون السماعه، اذا انت بتشتغل سماعه بدك تعرف الميكروفون اللي بتشتغلي عليه. تمام، والسبيكر ايش نوع السبيكر اللي انا بشتغل عليه، سواء سبيكر داخلي اللي هو من الجهاز الموجود او الهيدفون تاع السماعه، سبيكر السماعه، او اذا كان سبيكر اخر خارجي لازم اختاره بشكل صحيح على اساس ان انا ابدا اشتغل سواء في التسجيل او في الاستماع. تسجيل الانبوت للتسجيل، والاستماع اللي هو ايش؟ لا الهاردوير. طبعا هذا الكلام كله حكيناه المره الماضيه، فيش فيه اي زيادات، بس حبيت اكد عليها لانه مهمه ودائما اغلب الطلاب بيخطا فيها. طيب بعد هيك احنا تحدثنا انه احنا في الاوديو في الاوديشن في عندي نوعين من اوراق العمل او اماكن العمل، في نظام الويف، عندي نظام الويف ونظام المالتي تراك. نظام الويف تحدثنا عليه بشكل مستفيض وقلنا انه انا بقدر انا استطيع ان احرر صوت مخرج صوت نهائي. ايش يعني مخرج صوت نهائي؟ يعني انا عندي صوت بامتداد ام بي 3، هذا مش مشروع ام بي 3، دوت ام بي 3 زي الموجود عندي، او دوت ويف، او دوت دبليو ام اي، كل هذه، او دبليو اي في، كل هذه عباره عن امتدادات صوتيه مخرجه. يعني انا بدي اصدر البرنامج كيف احنا كنا نصدر في الفوتوشوب لصور جي بي جي وبي ان جي وغيره، جي بي جي وبي ان جي وغيره. فانا كل هذه التصديرات كنت اصدرها وين؟ كملف خارجي، بشغلها على مشغلات خارجيه مش على برنامج التحرير زي برنامج الاوديشن. تمام، فانا الملفات قلنا في المالتي تراك ممكن انا احرر على نفس الملف الصوتي، بقدر اعالج نفس الملف الصوتي المخرج. طيب نيجي وقلنا ايضا في عندي وضعيه اخرى، تحدثنا طبعا عن كافه التفاصيل الموجوده عندي، كيف انا ممكن احدد، كيف ممكن انا احذف، كيف ممكن اضيف، انسخ، اصغر، اعالج، واللي هذا بيهمني اساسا اعالج اللي هو النويز، ايوه اللي هي مسميه احنا ايش؟ تشويش او النويز، كلها تحدثنا عنها. الان نيجي الوضعيه الاخرى، وهي الوضعيه اللي المفروض تتدرب عليها بشكل كبير، اللي هي ايش؟ المالتي تراك. هذه اللي حنبدا نشتغل عليها اليوم. طبعا المالتي تراك مقصود فيه اللي هو البروجكت، يعني المشروع اللي حيطلع بامتداد مشروع، ايش امتداده؟ اس اي اس او اخره اكس، اس اي اس. طبعا الاصدارات القديمه كانت اس اي اس فقط، الاصدارات الحديثه كلها اس اي اس واخره ايش؟ اكس. هذه ايش عباره عن ايش؟ امتداد لمشروع، هو اختصار لكلمه سيشن، يعني زي اختصار لكلمه سيشن زي ما احنا شايفينها. طبعا كيف ممكن ابدا مشروع جديد؟ طبعا المشروع بتعاملش ملف صوتي واحد، مشروع مقصده انه من اسمه مالتي تراك، يعني لازم تعامل على اكثر من مسار صوتي، يعني لازم اركب اكثر من ملف صوتي في نفس المشروع، في نفس المشروع. كيف انا ممكن انشئ؟ في عندي طريقتين سريعات، يا اما بضغط، اذا انا في شيء عندي مشروع هنا يا صبايا، فاكرين اللون الازرق؟ قلنا ايش يعني اللون الازرق؟ اللون الازرق معناته انه ورقه العمل او مكان العمل فعال وين؟
باللون الازرق. تمام، يعني لو ضغطت هنا دبل كليك هذا تفعل وين؟ تغير لونه ازرق، معناته ان انا فعلت على مكان العمل او ورقه العمل او اثناء عمليه التحرير او مكان التحرير. الان لو ضغطت على مالتي تراك، ما دام في شيء عندي سيشن، ضغطت على مالتي تراك ايش بيعطيني؟ بيعطيني سيشن جديده، بيعطيني سيشن جديده. تمام، فعندي سيشن جديده. طيب انا بدي انشئها هيك وهميا، بقول له اوكي already exist، ماشي، بقول لي انه موجوده مش قضيه، بقول اوكي okay. فصار عندي ايش؟ سيشن. لو ضغطت عليها ما رجعت على الويب، لو رجعت على الويب، تمام، لو رجعت على الويب الصبايا وجيت انا هنا ضغطت كمان مره على المالتي تراك، ايش عمل لي؟ ما انشأ ليش سيشن جديده، مع انه بقدر انا انشئ كمان سيشن جديده، ممكن انشئ سيشن جديده، ايش عمل لي؟ على طول فعل لي السيشن اللي انت شغال عليه حاليا. راح احول لي هذه باللون الازرق اللي هي Untitled Session لا اللون الازرق. لاحظ هذا الرمز، هذا الرمز ايش بيعبر عن ايش؟ بيعبر عن السيشن، هذا بيعبر عن مخرج اللي هو الاوديو، الملفات الصوتيه المخرجه. تمام، فهذه طريقه للتفعيل. نرجع ثاني على وضعيه الويف فورم. تمام، كيف برجع للويف فورم؟ يا اما دبل كليك يا اما بضغط فوق، فهو اوتوماتيك بروح فعل لي احد الملفات الموجوده، الملفات الصوتيه الموجوده عندي. في طريقه ثانيه اللي هي فايل نيو مالتي تراك سيشن، بيشئ لي ايضا سيشن جديده. طبعا اهم شيء في السيشن الصبايا، انا الاولى انا حذفها، الثانيه انا حضيفها، اسميها انا اس سيشن، اس سيشن اس اي اس 1، سيشن 1 اللي هو الجلسه الاولى او المشروع، نسميه بروجكت 1. هاي بروجكت اس اي اس 1، بروجكت سيشن 1. تمام، وين بدي احفظه؟ دائما اول ما اعمل نيو سيشن زي نيو فايل بروح على براوز، او اي شغله بشتغلها براوز، بروح على الملف تبعي، اسم الملف اللي انا انشاته اسمه بروجكت اوديو مثلا، هذا الملف اللي انا انشاته، او باسمك او غيره. ايضا المشروع لازم يكون جوا المجلد، جوا وين؟ جوا المجلد اللي انت انشاته، ما ينفعش يكون برا، ما ينفعش يكون برا، لانك حتضغط الملف تبعتي لي اياه، فلازم يكون السيشن جوا نفس المجلد. تمام، بقول له سيلكت فولدر. طبعا هنا فاكرين السامبل ريت والبيت ديبث والماستر حيكون ايش؟ ستيريو مونو 5.1. هذه احنا تحدثنا عن المحاضره الماضيه، بامكانك ترجع للفيديو عشان تتعرف عليها. بقول له ايش؟ اوكي. فانشئ لي هي كمان سيشن جديد، شايفين السيشن الاول والسيشن الجديد، دبل كليك هي بحول لي على السيشن الثانيه، ودبل كليك بحول لي على السيشن الاولى. ممكن اضلل هذه واقول له ايش؟ ديليت. تمام، فانا انشات سيشن جديده. الان خلينا نكمل. الان انا في وضعيه المالتي تراك، الان بدي اتعامل شويه، بدي اتعرف عليها عشان ابدا اشتغل على المالتي تراك. طبعا المالتي تراك ايش يعني؟ من اسمها مالتي تراك، يعني في عندي اكثر من تراك، اكثر من مسار صوتي ممكن انا اضيفه على المشروع تبعي، وهيك شغلنا. يعني شبيه باللايرات يا صبايا، فاكرين اللايرات في الفوتوشوب؟ نفس الشيء، نفس الشيء، اللايرات والاصوات نفس الشيء، اللايرات عباره عن ايش؟ طبقات فوق بعض. هنا ايش بحط انا؟ اصوات فوق بعض. بدي ابدا اعرف اتعامل معها بشكل واحد، واعرف اتعامل معها بشكل متعدد. طبعا هي عندي انا المالتي تراك الموجود، هي التراك الاول، هي اسمه ايش؟ تراك واحد، تراك اثنين، تراك ثلاثه، لو نزيد برول الماوس بيزيد. تمام؟ فعندي انا مجموعه من التراكات هنا. فين؟ طيب. الان لو اجيت طلع علي الان رول الماوس، رول الماوس لو جيت هنا في منطقه اللي فيها المفروض يكون فيها انا ترددات صوتيه، وحركت رول الماوس طلعت ونزلت، ايش بيعمل؟ بيطلع بغير في التراكات يا صبايا، يعني بيطلع وبنزل في التراكات. لو جيت هنا مكان ايش يا صبايا؟ مكان الادوات، ادوات التراكات نفسها، وعملت رول ان رول اوت، رول ان رول اوت، رول الماوس بيعمل ايش؟ بيعمل زوم ان زوم اوت، بس ايش؟ راسي مش افقي، راسي، زوم ان زوم اوت، بيجمع لك التراكات كلهن جنب بعض. تمام، وين؟ بس هنا. ايضا لو كنت هنا ضغطت كنترول وعملت زوم، بزيد في الزوم على الفاكرين المسطره الفوقانيه هذه اللي بزوم على المسطره العلويه، يعني زوم افقي على الزمن، بيعمل زوم عليها بالكنترول، كنترول ورول الماوس. الت وانا هنا، ها الت ورول الماوس نفس ما بعمل هنا، بعمل زوم رأسي، زوم رأسي على العمل. إذا في عندي كنترول كنترول،
بلانس ماينس زوم هيكون رأسي ريزلت رأسي صح؟ كنترول ريزلت أبس ريزلت أفقي زوم أفقي أبس زائد رول الماوس صبايا رول الماوس رول الماوس في عندي أيضا بلس وماينس إيش؟ زوم لإيش؟ الفيرتيكال فيرتيكال يعني انشرح الالترا سي والكنترول افقي الالترا سي والكنترول افقي تمام؟ طبعا هذه حتساعدني اثناء عمليه العمل بشكل سريع. طبعا حكينا عن المسطره اللي فوق ممكن انا ازود واقلل من الاطراف والعلامه اللي على اليمين هذه الزائد العدسه اللي بتخليها فيت ان بعملها فيت ان لكل شيء لا راسيا وافقيا بعمل لي فيت ان راسيا وافقيا. طيب نيجي هنا على الادوات حنتعرف عليها من خلال العمل. طيب كيف ممكن انا اضيف تراكات يا صبايا؟ كيف ممكن اضيف تراكات؟ حسيبكم الان كيف تضيفوا تراكات. بمسك الملف الصوتي، عندي الملف الصوتي مثلا الشعر، بمسكه زي هيك بسحبه وين؟ هنا بسحبه مباشره سحب وافلات. فهي انا بضيف عندي التراك الاول بعمل لي لودنج له، التراك الثاني هي الباك جراوند بمسكه بسحبه هنا فبعمل لي ايش؟ بعمل لي لودنج للصوت، وبالتالي ركب لي صوتين فوق بعض. نيجي نشوف عملت شغلت الصوت ان سار اهلي فالدهر يتبع تمام، فركب لي صوت الشاعر على صوت اللي هو ايش؟ صوت الموسيقى، عمليه ادخال صوتين بجانب بعضهما البعض. الان احنا اضفنا ايش؟ التراكين. قبل التراكين يا صبايا بدنا نتعرف على الادوات اللي فوق. لاحظوا واحنا في المالتي تراك وضايفين ها اصوات ايش طالع عندي هنا؟ اربع ادوات انا ممكن استخدمها صح؟ الاداه الاولى انا حروح من اخر اداه اللي هي تايم سيلكشن، فاكرين هذا التايم سيلكشن؟ اخذناها في المره الماضيه، هي بس عمليه اختيار للتايم، بس لازم اعرف من وين اختار. لازم تظهر لي نفس العلامه اللي فوق، علامه السيلكشن هذه شايفينها؟ سيلكشن للصوت. لازم تظهر لي نفس العلامه عشان اعرف انا اختارها، مش رموز اخرى يعني لا زي هيك، بدي شيء زي هيك. لا ولا هيك، لا، انا بدي اياه بنفس ولا هيك، طبعا، لازم يكون بنفس الرمز، فانا لازم اكون اختارها بشكل صحيح، هاخذ اداتين بعدها اترك لك الخيار للعمل، اذا اخترنا اداه السيلكشن، تمام معروف. وطبعا لها خدمات المختلفة كنترول اكس كنترول في كنترول تي، كل الخدمات اللي اخذناها المرة الماضية موجودة هنا. طيب نيجي لأداة تاني، الأداة اللي هي الموف تول، أداة الموف تول أو أداة التحريك، أداة التحريك نفس النظام الموجود في الفوتوشوب. مش في عندي أداة التحريك هيها اللي هي السهم، شايفين السهم؟ أداة التحريك بتحرك ايش يا صبايا؟ بتحرك المقطع نفسه داخل السيشن، داخل ورقة العمل، داخل أثناء داخل البروجكت يعني. فانا بقدر بحدد ايش انا ايش بعمل، بحرك التراك، بحرك التراك. ففي بعضكم مثلا ماسك التراك حاطه هيك وهذا حاطه هيك، تمام؟ هذا غلط، هذا حسب عليه في الامتحان. فلازم يكون التراك بادي من نقطه الصفر. كيف بخليه من نقطه الصفر؟ باداه الموف تول، بمسكه زي هيك بخليه على نقطه الصفر، واداه الموف تول بمسكه زي هيك بخليه على نقطه الصفر، تمام؟ طبعا انا بحكي عن الملف نفسه، الملف نفسه يبدا من نقطه الصفر، لكن عملية الدمج ممكن يكون انا لا ما بدي الملف الاول يبدا من نقطة الصفر، الملف الثاني بيبدا عادي بعديها بخمس ست ثواني لانه انا هيك بدي، لانه خلفية صوتية مش شرط تكون ظاهرة تبدا من البداية. لكن بشكل عام لما انا اصدر الملف الان حنصدره كملف بي دي اف، ملف ام بي 3 تمام، اول ما شغله مش اقعد خمس ست ثواني فاضي فيش صوت، هذا خطأ، ما ينفعش ما بقاش فيه صوت. لو ما بقاش فيه صوت معناته انك انت ساحبه التراك لبره شوي، زي ايه؟ اذا ساحبه لمده خمس ثواني، ها خمس ثواني بدون صوت، لازم نخليه نرجعه لنقطه الاصل او نقطه البدايه، نقطه البدايه تمام. يلا نكمل، خليكي معي خليكي معي. الان عمليه التحريك يا صبايا خليكي معي، عمليه التحريك ها انا بقدر احرك في نفس التراك اسحبه للامام الى الخلف، وكذلك احرك بالانتقال من مكان لاخر. يعني مثلا هنا موجود، خليني بس اصغر التراكات شوي، الت ورول الماوس لورا صغرت اللي هو التراكات من ناحيه اللي هو فيرتيكال عمودي بشكل عمودي. فبمسك التراك هذا طلع علي، خليكي معي لورا،
بمسك التراك وبسحب بسحب بطلعه من مساره وبقدر انقله على مسار اخر، احطه على مسار اخر، ممكن انقله على مسار اخر بشكل اخر. لاحظ هنا كل مسار له لون، كل مسار له لون مختلف. فكره الالوان عشان تساعدنا في عمليه التمييز بين التراكات بشكل افضل. طيب الان بدنا نكمل بقيه الادوات. في عندي اداه الرازو تول، شايفين اداه الرازو تول؟ هذه اسمها اداه الرازو تول. ايش هي اداه الرازو تول يا صبايا؟ هي اداه القطع، اداه القطع او عمليه السليتنج. قطع هنا تمام، بدي اجي اقص. لازم يا صبايا لما اجي انا اشتغل على اي شيء، اي اداه انا اشتغلت على اداه لازم تظهر لي على المقطع. يعني لو جيت انا وعملت زي هيك وانا موجود على اداه القطع، معناته انا في هنا حاجه غلط. انا حكي عن هذه الاداه، يبقى هنا حاجه غلط، انا بقطعش. ليش ما ظهرتش اداه القطع؟ لما اطلع لفوق شوي هي ظهرت لي ايش؟ اداه القطع. لو رحت على اداه السلكشن لازم تظهر لي اداه السلكشن. هنا لا، مش اداه السلكشن، هيك لازم اداه السلكشن. اداه الموف تول لما اجي هنا نفس شكل اداه الموف تول. لما يكون نفس اداه الموف تول بضغط كليك ماوس وبحرك، تمام. طيب اداه القطع هي اداه قطع عادي، نعمل ايش؟ سبليتنج، عمليه ايش؟ فصل بين المقاطع. وصلت لمقطع معين تمام، وعملت كنترول رول للماوس زي هيك، وجيت هنا مثلا قلت له في البدايه مقطع الصوتي هذا، باجي هنا بقول له باداه الرازو تول تمام فوق على نفس خط الخط الاحمر. ممكن تعمل زوم يعني قد ما بدك، يعني بالكنترول هيك بعمل زوم 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 عشان اكون ايش؟ دقيق. هيك هنا تمام، باجي على الخط الاحمر بقول له ايش؟ سبلت تمام. ايش عمل لي؟ اي كنترول كنترول لورا شوي كنترول. خلينا بس اقطع هنا كمان قطعه واقطع كمان هنا قطعه تمام، وارجع لاداه الموف تول. ايش عمل لي هو يا صبايا؟ عمل لي مقطع، مقطعين، ثلاثة، أربعة على نفس التراك، قطع لي إياهم. بمعنى هل ممكن أحركهم لحالهم؟ معي اللي ورا بقدر أحركهم لحالهم. حسيبك تشتغلي على الأداة بس اسمعيني للآخر، شوفي إيش أنا بشتغل عشان أسيبك تشتغلي براحتك. أنا بشتغل أداة أداة، إذا هي أنا بقدر أنا إيش أتحرك. حنحكي عن موضوع الدمج هذا اللي صاير، حنحكي عنه. لكن هنا إنه أنا بقدر أنا أحرك أكثر من أداة، أكثر من أداة أنا قطعتها، أكثر من أداة أنا قطعتها في أداة الموف تول. طبعا انا بنتقل من اداه الرازو تول، قصيت طلع علي، قصيت ايش بعمل؟ برجع ثاني لاداه الموف تول. يعني لازم اشتغل على اداتين، اداه الرازو تول، اداه القطع او السبلتنج، بعدين ارجع لاداه الموف تول عشان احرك التراك لو حبيت اني احرك التراك واغير فيه. طبعا من ضمن الامور اللي مثلا المطلوبه، مثلا لو اجينا هنا عملنا زوم اوت، هاي عندي اكثر من تراك. انا في اداه ايش؟ الموف تول. انا في اداه الموف تول، خليكي معي عشان تقدر تشتغلي، هيك مش حتعرف تشتغلي. هاي عندي اكثر من تراك، لو ضغطت كنترول وضغطت هنا ايش صار؟ حددها ضوء، ضوء كان مطفي، هذا مطفي، هذا ايش؟ مضوي شوي، مضوي. فبتلاقي لو انا عملت حددت اكثر من مجموعه واجيت مسكت وحركت ايش؟ حركت المجموعات المختلفه. لو اجيت هنا وفصلت هذا المقطع الموسيقي، هي هنا وهي هنا تمام، واجيت على اداه الموف تول قلت له حدد لي هذه وهذه وهذه تمام بالكنترول. انا ضاغط كنترول وان كليك ماوس يحدد المقاطع المختلفه، تحديد مقاطع مختلفه اللي هي كنترول زائد وان كليك ماوس، هكتبها الان. بمسك بفلت الماوس، فلت الماوس، فلت الكيبورد وحركت، بحرك لي المقاطع حتى لو كانت على تراكات مختلفه، حتى لو كانت على تراكات مختلفه. هذه في ايش بتفيدك يا صبايا؟ الآن أنا ضبطت المقطع وعيرته ما بين الكلام الشاعر وما بين الخلفية الموسيقية. طبعا لما بدي أجي أحرك بدي أضمن إنه الاثنين متحركين على نفس المسار، على نفس المسار، يعني ما يزيدش أو ما يقدمش أو يأخر عن بعض. فإيش بعمل؟ بحدد الاثنين. في طريقة أفضل من هيك، لكن التحديد هذا للعمل السريع، إنه عالجت جزء من الصوت خلصت منه، بمسكه زي هيك بحدد الأول والثاني بسحبهم لورا. بدي ارجعهم كيف؟ انا بحدد طبعا اداه الموف تول من برا هنا، من مكان فيش فيه الصوت، بمسك زي هيك، ممكن احدد زي هيك. طلع احد اساليب التحديد، حددت مقطعين او بحدد من هنا هيك مقاطع متوازيه في نفس او متتابعه في نفس التراك، او احدد زي هيك وببدا ايش؟ امسك احرك. طريقه ثانيه اللي هي كنترول وان كليك، وان كليك، وان كليك، كليك واحد بالماوس بقدر اسحب او احدد مجموعه
من المسافة. طيب خلينا نكمل، خليكي معي صبايا. لما تيجي انت بدك تدربي ايدك في البيت على العمل على البرنامج، ما ينفعش تجي هيك جاهزه هيك بدون لا تدريب ولا حاجه. احنا اخذنا محاضره المره الماضيه اوديو، فلازم تتدربي عليها. فاحنا تعلمنا في اداه القص، طلع علي سيبك من الجهاز. لما اجي انا اقص ما ينفعش اجي هنا واروح هان واعمل اقص. هي انا اخترت اداه الرز تول واجيت هنا بدي اقص، بروح على هذه بضغط على القص بقصش، لان الأداة مختلفة. أنا أحكي عن هذول الأداتين بعدين لاحقا، لكن أنا اللي بهمني إنه أنت لما تظهر أداة القص بقص، تمام قصينا، تمام برجع لأداة المفتول. لما أجي بدي أحرك المقطع، بحرك المقطع بالأداة نفسها يا صبايا. أداة التحريك كيف شكلها؟ اللي هي سهم وجنبيه ماوس رمز المثلث وأسهم صليب، يعني الصليب أسهم. طيب فباجي انا لازم اكون هنا بنفس الرمز، شايفين الرمز؟ ايوه نفس الرمز، عشان اقدر احرك. لان انتوا بعضكم ايش بيعمل؟ بيجي على الطرف مش نفس الرمز، بيطلع لي رمز جديد اللي هو رمز الطرفي هذا اللي عامل زي قوس وبينه سهم. هذا رمز مختلف، ملوش علاقه. بتيجي بتمسك لي بتعمل لي زي هيك، انت هيك ما حركتيش، انت عملت لي حاجه ثانيه. اصبري لما اخلص حاجة تانية ملهاش علاقة بالتحريك. دائما أي أداة بتختاريها فوق ما بتفعليها لما أضغط كليك ماوس عادي، هاي من كليك ماوس عادي، كيف لما أضغط تتفعل لازم يكون نفس الرمز موجود على ورقة العمل، يعني هذه أساسيات. طيب الآن خلينا نكمل، لأن في أداة الموف تول حنحكي عن موضوع اللي هو الطرف. لو جيت على الطرف، طرف أي شيء في الصوت زي ما حكينا المرة الماضية، لما تحول للشكل التالي طلعوه هاي الشكل، هذا الشكل شايفينه؟ هذا الشكل معناته ان انا بدي امد الملف، امده لقديش؟ الى ما لا نهايه، لغايه اخر حاجه ايش على الشمال حيكون؟ على الشمال حيكون ايش؟ صفر نقطه البدايه. على الشمال بقدر امد لغايه، لو انا مسكت التراك هذا يا صبايا سحبته هنا تمام، واجيت قلت له اسحب 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 لوين بصل؟ ليش قطع معي؟ ها وصل لهام وقطع، ليش؟ إذا نهاية كل المقطع وين وصل لهنا، تمام؟ لو جيت على الطرف اللي على اليمين مسكت زي هيك على الطرف وسحب سحب سحب، ليش وصل لهنا؟ لأنه هذا يعتبر نهاية المقطع بالكامل، إذا نهاية هذا طول المقطع بالكامل، هو أعطاني بداية ونهاية المقطع، إذا حكينا عن الطرفية، خلينا في هذه المهارة ما تشتغليش، خلينا بس نخلصها. أيضاً طلع علي، في أداة أخيرة فوق، شايفين الأداة هذه؟ اللي هو سليب تول. لو اجيت انا اخترتها وظيفتها بسيطه، انا لازم اكون اول حاجه في اداه الرز تول قصيت جزء من المقاطع تمام، واجيت على اداه الموف تول مسكتها في النص، هذه اساسي قبل ما اشتغل على سليب تول. لازم مسكت الموف تول ايش حركت؟ حركت المقطع اللي انا قصيته، يعني من هنا لو جيت انا بدي اعمل ميوت هنا وميوت هنا، ام هذه معناتها ميوت يا صبايا شايفينها، ام ميوت 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 صوتي للملفات اللي انا بشتغل عليها، وجيت حطيت المؤشر وشغلته. لاحظ هنا لو شغلت فيش صوت صح، ايش حيكون الصوت؟ فقط الملف الاول اللي فوق. كثيره ابتدعوا وكلما هم ان هذا المقطع الصوتي صح، لما لو احركه وين ما اجى بضله بدايته نفس الشيء، لما بحكي ابتدعوا نفسها كثيرة ابتدعوا تمام. لما نيجي للأداة الثالثة اللي هي علاقة اللي هي سليب تول، نفس الشيء لها علاقة فيها. سليب تول بعد ما قص المقطع، مش في أنا قلنا في قبل في مسافة صوتية أو مساحة صوتية اللي هي بداية المقطع ونهاية المقطع، أيضا أنا قصيت منه جزء. لو أجيت على سليب تول أجيت هنا، لما يجي رمز السليب شيء زي هيك، شايفين سليب تول نفس الرمز صح؟ طلعوا الرمز اللي هنا والرمز اللي بيطلع لي نفس الرمز صح؟ معي هنا ما حدش يشتغل، سيبي ماوس ايوه طلع علي بعدها اشتغل. خلينا اخلص المفهوم عشان ما تقعديش تسالي. الان لاحظوا السليب تول نفس الرمز اللي فوق طلع معي هنا، مش هيك ولا هيك ولا هيك ولا هيك، في شغلات كثيره حنحكي عنها. اجتني سليب تول، اما امسك السليب تول اطلع على المقطع من النص ايش بيصير فيه؟ ايش بحرك؟ يرجع لي المقطع نفسه، بحركش المقطع ككل، بحرك الجزئيه الصوتيه الداخليه. فممكن انا لو عملت زي هيك وحركته يرجع لي للبدايه، شايفينها؟
رجع لي للبداية أشغل. إن سار أهلي فرجع لي المقطع للبداية. فهم علي؟ كل المقطع في المنطقة هذه يحرك كل المقطع الصوتي. مش الاشي اللي تحدثوه، كل المقطع. ايوه لاحظي، انا لو اجيت انا سحبت هيك برجع لي للبدايه، كاني ايش عملت له يا صبايا؟ كاني جيت انا وعملت له تمديد، نفس الشيء، تمديد وامسك المقطع بالاداه الموف تول، وبدل ما احركه كله على بعضه لا بحرك في المساحه الصوتيه اللي هي بتبدا من الثانيه 2.30 لو قلنا زي هيك، لا الثانيه 3.30 تمام. فانا بتحرك في هذا الرينج، في هذا الرينج بغير المقطع الداخلي الصوتي كله هو بظهر معي. وين هذه اداه ايش؟ اداه السليب تول، اداه السليب. الان خلصت انا كل الادوات اللي فوق تمام. الان خلينا نحكي على على التراك الموجود عندنا هنا. خليه على تراك واحد نشوف هذا التراك نحن هنشتغل عليه. اروح على اداه المفتول، خليكي معي، ركزي معي في الموضوع. الان بدي اتعرف على بعض الادوات الموجوده، بعض الادوات الموجوده عندي هنا في التراك نفسه ممكن استفيد منها. فبدي اطلع على الادوات الموجوده عندي وانا اعطيك مجال انك تشتغل عليها. الان في عندي خطين، ركزي معي دائما، هذا خطا مكرر عند الطلاب في الامتحان. لاحظي هنا في عندي اداه الفوليوم خط اصفر، في هنا اظن خط هيك ازرق سماوي اللي هو بان، لما احط المؤشر عليه اسمه بان. ايش يعني بان؟ بان يعني اذا فاكرين التصوير، ايام التصوير مش في بان ليفت بان رايت؟ التصوير في الكاميرات، مين اخذته فيديو تصويري؟ هو لا مش تصوير، تصوير رقم، مش في بان ليفت بان رايت؟ لا موجود بان ليفت بان رايت، في بان ليفت بان رايت هي تحريك الكاميرا اليسار، تحريك الكاميرا اليمين، هي تقريبا هي نفسها اللي هي البان اللي هنا. لكن بس انا ايش بحرك؟ بحرك السماعه اليسار، السماعه اليمين، بشغلها سواء كان ستيريو او مونو، الاثنين نفس الشيء. انا هنا بحدد من وين يطلع معي الصوت، من السماعه اليمين او من السماعه الشمال. فاما هان الفوليوم، ايش الفوليوم؟ شده الصوت، شده الصوت تمام. فانا لو مسكت المؤشر لاحظي لازم يكون علامه الفوليوم عليها. مؤشر كيف لاحظي شكل المؤشر؟ سهم عليه زائد. خليكي معاي، خليكي معاي، سيبيكي من الشاشة. بمسك زي هيك وبطلع فوق، بزيد من الفوليوم، ها بزيد، بدي اشغل. ولم يبالوا بأنها الصوت عندي. الآن لو اجيت كمان مرة علامة البلس والسهم، بمسك لتحت للآخر، بشغل، في صوت؟ فيش صوت لو ضليتني ماسك. حتى لقد كاد الموت ينخدع، يقول للقوم وهو معتذر: ما بيدي ما آتي وما أدعو. يظل مستخفي. أتحكم في الصوت، نيجي شدة الصوت. نفس، خليكي معاك، سيبيكي من الشغل، ما تقدريش تشتغلي وتقدري تسألي، خليكي معاك، خلينا نخلص الفكرة. الآن في عندي هنا البان، شايفين البان؟ البان نفس الشيء بس بيرفع بزيد بشدة الصوت بناء على إيش؟ على السماعة، يعني بزيدها في سماعة وبلغيها في سماعة. في النص، إيش معنى النص؟ يعني مش متوسط، اعلى شيء في التنتين، اعلى شيء في التنتين تمام. طبعا بناء على الفوليوم، هو بيقيس على الفوليوم، ملوش علاقه انه اعلى فوليوم على التنتين واحد موجوده عندي تمام. لكن اذا انا طلع علي بدي اجي انا اشغل واشوف كيف السماعه هتشتغل معي. مش عارف اذا كنتوا قريب يمكن بتسمعني. هاي شغلت وامسك البان. طب كيف بمسك البان يا صبايا؟ لازم اجي على الخط، لازم يكون مش علامه بلس، لازم ايش يكون عليه؟ علامة ثواني، علامة اللي هو شرط تمام، أو بلس، ممكن بلس أيضا كذلك بزيد نفس الشيء الموجود هنا، نفس الشيء سواء خط أو بلس، خط أو بلس تمام. فباجي هنا بشغل، بدي أشغل وأحركه. يطلع الصبح حيثما طلعوا، تعرف أسماءهم بأعينهم، هاي سماعة الشمال، تذكروا بالمثال أو خلعوا، ودار مقلاع الطفل في يده، دورة صوفي مسه ولع، يعلم الدهر أن يدور على من ظن أن القوي يمتنع. وكل طفل في كفه حجر.
بشغل السماعة الشمال أيوة أنا بدي إياها على سماعتي تمام. يلا أطفي بس السماعة خلينا نكمل الآن يا صبايا. إيش الفائدة من الموضوع هذا؟ الآن هنقول لك إيش الفائدة من الموضوع. أنا هستخدم إيش يا صبايا؟ هستخدم مقطعين صوتيين. المقطع الأول طبعاً هنشوف هنا، خليكي معي الأدوات هذه هحكي لك إياها على السريع وتجربيها في البيت، يعني مش شرط تحفظيها الآن، تحفظيها في البيت. الآن معناته إيش يا صبايا؟ ميوت. ميوت إيش يعني ميوت؟ لحظة بطفي لي الصوت هنا وبشغل لي، بشغل لي الصوت اللي هنا، يعني باجي أشغل قطع هنا موت، هاي لغيت الميوت شغلته. هنا الميوت لو شغلته شغلوا الاثنين مع بعض. ميوت يعني ايش؟ صامت. في عندي سولو، لو عندي خمس ست مقاطع وضغطت سولو زي هيك ايش بعمل لي؟ منفرد. سولو معناتها منفرد، انه حيشغل المقطع هذا لحاله ويعمل كتم لكل المقاطع. شغلي اشتغل المقطع الصوتي انصار اهلي، البقيه اعمل له ايش؟ كتم. الار ارم اوف ريكورد هنا اذا انا حابب اني اسجل على المقطع، لازم انا لو اجيت انا سجلت هيك فالدهر شغل لي بلاي، ضغط على التسجيل بشغله كانه بلاي. انا بدي اسجل على المقطع اللي انا شغال عليه، اللي انا محدده، مش هذا يبدا من هنا، يبدا يسجل من هنا. لو حطيت الارم اوف ريكورد ان بدايه التسجيل على المقطع اللي انا محدده، عملت زي هيك ار وروح قلت له، حتى لاحظوا الفوليوم طلع معي، شايفين هذه بتاعت المؤشر الصوت، عندي مؤشر الصوت للريكوردر او للمايك موجود، ضغطت هاي 1 2 3 4 5 لازم بسجل. وين بسجل؟ على نفس المقطع الصوتي. ها انا بقول له ستوب، اقتنعوا تمام، نرجع ثاني بس لازم اسجل. بس في 1 2 3 4 5 انا سجلت على نفس، كيف بسجل؟ فقط اني انا اعمل ار على الارم اوف ريكورد عشان ابدا اسجل. هذه بس معلومات سريعه. طبعا في عندي هنا الفوليوم كذلك، ممكن اتحكم بالفوليوم، شده الفوليوم للتراك ككل مش للمقطع. ها بدي افرق بين ان انا اتحكم بالفوليوم للتراك واتحكم بالفوليوم للمقطع. هذا الفوليوم زياده شده الصوت للتراك المسار كله كافة مقاطع. اما هنا الفوليوم اللي هنا يا صبايا هو فوليوم لايش؟ للمقطع نفسه، لو جزء من المقطع، جزء من المقطع. طيب خليك معي الان، لو جيت انا عملت زي هيك زوم، تمام عملنا زوم تمام، وهنا اجينا قصينا، طلع عليه قصينا عشان نعمل نوع من التاثير عليه. هنا انت احنا عارفين انه ما دام فيش تردد، خليكي معاي، ما دام فيش تردد ايش معناته؟ انه الشاعر ساكت صح؟ لو ضغطت هنا، وطبعا لازم استمع للصوت، انا مش هستمع بشكل سريع، وضغطت هنا انه انا فيش صوت تمام؟ ضغط خلص تنتين معي، بديش انا اكثر عشان اشتغل. اذا انا قصيت في الاماكن اللي فيش فيها صوت للشاعر وسحبت هذه لبرا شوي، سحبت هذه لبرا شوي، سحبت هذه لبرا شوي، لما اجي انا اشغل الفوليوم اشغله هيكون بيت اسر دلغي الميوت للصوت. الشاعر حيبدا رجعوا ارض اعيد. نيجي نبدا من هنا، نبدا من هنا، نبدا من هنا. هنا ولو لثانيه والقوم عزل والجيش مدرع. تمام. الان ايش المشكله هنا في الصوت هذا يا صبايا؟ انه اول حاجه حتى لو مددناها شوي هنا بدي اكبر الوقت، يعطيني زمن زمن اكبر. فبتلاحظ هنا انه بدا، ما زلنا في الفوليوم يا صبايا، ما زلنا في الفوليوم، موضوع الفوليوم كيف انا لاحظ هنا بدا بالصوت هذه مشت على ولو لثانيه. الشاعر انا وين المشكله في هذا الشاعر؟ انه درجه الفوليوم للشاعر وللموسيقى واحده، فانا بينفعش. ايش لازم اعمل اذا بدنا نخفض الموسيقى لما الشاعر يحكي؟ طبعا كيف الاليه؟ طبعا في عمليه اللي هي بسموها الهارموني، عمليه انه يكون عمليه دمج، حتى تلاقوها في الراديو، لما تسمعوا في الراديو لما المعلق بيحكي بكون وراه خلفيه صوتيه، لما بسكت بروح ايش؟ بيرفع الصوت. طبعا انت كمان نفس الاليه ممكن تنفذيها
كيف انا بنفذها هذه الاليه. طلع علي احنا ما زلنا في الفوليوم، قصيت وعملت تراك، باجي هنا بس بعمل زوم شوي عشان ايش بالكنترول عشان اتحكم. الان ايش المقطع الصوتي اللي بدي اكتمه؟ مقطع الموسيقي التراك رقم 2. تراك رقم 2 خليكي معي، انا على تراك رقم 2 في عندي مسارين، في عندي مقطع الفوليوم مقطع البان. انا ماليش علاقه بالبان الان، انا لي علاقه بالفوليوم. بالفوليوم لو جيت على الفوليوم لاحظ لما انت ضغطت عليها وسحبتيها ضليتك ماسكه على الصوت صح، بتحرك معاك صح، المفروض ضغطت زي هيك بتحرك، انا بحرك الفوليوم، انا لما ضغطت عليه حرك للفوليوم صح. طيب انا لو جيت هنا على نفس التراك وضغطت 1 كليك، مش كليك وسحبت، لا كليك واحد، في ناس ظهرت عندها هذا الكلام، ايش عمل لك؟ عمل لك نقطة، هذه ايش؟ انكر بوينت، انكر نقطة ارتكاز، اظن اخذناها احنا في الفوتوشوب، نقطة ارتكاز، نقطة ارتكاز، بعمل لي نقطة ارتكاز، ايش هذه نقطة الارتكاز؟ طبعا من نقطة واحدة، لحظة لما اجي على النقطة ايش بصير المؤشر؟ اللي هو مثلث وتحتيه مربع، بمسكها برفع مش حاسس بالفرق، يعني نفس الشيء. وين انا بتحس الفرق؟ لما اجي انا امسكها اسحبها لورا، بقدر اسحبها لورا واقدمها لقدام صح؟ يعني بسحب وبقدم زي ما بدي. باجي هنا بضغط 1 كليك هنا مثلا، 1 كليك تمام؟ برفع لفوق ولا انزل لتحت؟ لازم انا ايش بتحكم بايش هذا الاصفر لايش يا صبايا؟ ايش بعمل؟ ان انا بقلل اللي هو شده الصوت، بقلل من الفوليوم من حجم الصوت، الفوليوم يعني حجم الصوت، بقلل من حجم الصوت. طيب باجي انا للاخر بقلل للاخر، لو جيت هنا الموسيقى بس لاحظ انا في ميله، ايش يعني ميله؟ ايوه بالتدريج، بالتدريج نبدا هنا طلع على الموسيقى ولو لثانيه. طب انا بدي ارجع الصوت ثاني، ايش بعمل؟ لاحظ كم نقطه انا عملتها انا يا صبايا؟ نقطتين. باجي هنا بعمل كليك نقطه وكمان نقطه، بمسك ايش النقطه الثانيه برفعها زي هيك بخليها ايش الفوليوم، ممكن اتحكم فيها يعني اتحكم في مكانها بدايتها ونهايتها، ازود الزمن اقلل الزمن زي ما بدي تمام. نشوف كيف هذا حتصير، يكون الارتفاع شويه سموذنج يعني شويه تحرك ولو لثانيه. فانا طبعا ممكن الزمن لحظه هنا اتحكم فيه، نرجع تاني عدة ولو لثانية والقوم أنا ممكن أعمل كنترول على هو المقطع الصوتي الخاص بي. إذا كيف أنا بتحكم؟ باجي على المقطع الأساسي، نعيد تاني المقطع الأساسي الموجود عندي هان، في المقطع الأساسي قصيته نصين، أجيت بأداة الرزق قصيته نصين، بأداة الموف تول سحبت أنا لبرا شوي، وأنا لبرا شوي وأخذت المقطع الأولين. طبعا المفروض انت تعملي اكثر من مقطع، يعني اجي انا كمان هنا وقص ها، واجي هنا على اداه الموف تول اسحبها لبرا تمام، واجي هنا تحت ايش اعمل؟ اداه اللي هو الكنترول، اداه الكنترول هنا اداه الموف تول، دير بالك النقطه بتطلع بس في الموف تول، الموف تول باجي على الخط هنا بضغط نقطه لازم اعلم على التراك، ونقطة عشان تطلع للنقطة لازم اكون معلم على التراك، وكمان نقطة هنا بمسك بسحب لتحت، او ليش اسحب لتحت؟ بمسك انا كمان نقطة وانا كمان نقطة، بمسك النقطة هذه بدون اشي بالماوس يعني بنفس الماوس، بمسكها زي هيك بنزلها هذه لتحت، برجع هذه لورا شوي، صار عملت نقطتين. طبعا كيف بحذف النقاط يا صبايا؟ بعلم على النقطة اول اشي، بعلم على النقطة، أتأكد إن أنا معلم على النقطة، بضغط ديليت، أعلم على النقطة، بضغط ديليت، بيحذف لي النقطة، إذا هاي شايفة حذف لي النقطة، بضيف نقطة، بمسكها كمان مرة، يعني بضغط كليك، بضيف نقطة، بعدين بفلت، بعدين بضغط كمان مرة على النقطة، بمسكها وبطلع لفوق، مش بضغط كليك كمان، بمسك النقطة برفع بسحبها لفوق، وهنا هي النقطة الثانية، بمسكها لتحت هنا شوي، زي هيك، زي هيك. ممكن انا التراك انا اتحكم فيه زي ما بدي في المقطع الصوتي اللي انا بدي اياه، فبطلع الصوت بالشكل تفترن طريقتهم لعله بالدلوس ايش يندفعوا فيرجع رجعوا ارض اعيدت عيدت ولو لثانيه والقوم
والقوم عزل والجيش مدرع ويصبح قطع وتطلب طيب خلينا نكمل كي فريم يا صبايا. نكمل كي فريم الان. احنا اتحكمنا في الفريمات يا صبايا. كيف حكمنا فيهم؟ خليك معي اطفي الجوال، اطفي السماعه. خليك معي لان الكي فريمز لاحظوا يا صبايا انها عامله زي المضلعات، صح؟ عامله زي المضلعات. ليش عامله زي المضلعات؟ لانه هي عباره عن مربع. طبعا زي ما حكينا لو بدي احذف كي فريم، هي بضيف كي فريم. وان كليك بضيف كي فريم. طبعا لاحظ انا بعلم، لاحظ انا زي ما بقولها ضاوي، هنا ايش ازرق وهنا ايش باهت شوي. فلما اضغط كنترول دير بالك هذه يعني الملاحظه، لو كنترول حددت النقطه النقطتين، هاي كنترول وحددت النقطتين تمام، ومسكت هاي فلتت الكنترول مسكت النقطتين. سوري انا انشات كي فريم جديده. هاي هذه ها، هاي هذه وهذه حد، هاي كنترول بدي احدد كمان هاي كمان نقطه تمام، وامسكهن هاي كنترول وقفلت ال كنترول. المفروض اتحكم بالاثنين، هاي هذه مثلا هذه وهذه، امسك ها اتحكم. لازم اتحكم باكثر من كي فريم في حاله التحديد. طيب هم محددين الثلاثه هذول، هاي هذه النقطه وهذه النقطه وهذه النقطه محدده. لو ضغط ديليت بحذف لي اياهم بالديليت. انا بس هذه للعلم. طيب كذلك انه هنا عباره عن مضلعات، كيف انا بدي احولهن لكيرفات، كيرفز اللي هو منحنيات. بضغط عليها كليك يمين نفس النقطه، بضغط عليها كليك يمين اللي هو سبلين كيرفز. سبلين كيرفز لو ضغطت عليها سبلين كيرفز ايش بيعطيني؟ بيعطيني اياها بصيغه ايش؟ السبلينات. سبلينات فبتلاحظ انه حول لي كل الكيرفات لايش؟ لسبلينز، لويفز. وهذا الافضل يعني لما انا اجي اشتغل على 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 جهاز او على برنامج، يفضل ان انا اعمله ايش؟ بنظام السبلين كيرفز، استخدام سبلين كيرفز. طبعا هذه ايش وظيفتها يا صبايا؟ انا اعطيك مجال انك تشتغل. خليك معي، بضغط على الكي فريم نفسه اللي هو النقطة الأساسية، بضغط كليك يمين، كليك يمين بقول له ايش؟ سبلين كيرفز. اي شايفين سبلين كيرفز؟ طلع لي قائمة بلغيها، صارت مضلعات. لو اجيت هنا وقلت له كليك يمين، بس مش كليك يمين على النقطة نفسها، لما تيجي علامة النقطة، شايفين علامة النقطة؟ كليك يمين بيعطيني edit key frame، hold key frame و splint key frame. هذه التانيات ممكن تطلع عليها لحالك وتستخدميها تجربيها. hold انه بثبتها في نفس المسار، خليهاش تطلع وتنزل تمام، خليها في نفس المسار بحركه اليمين اليسار. لكن edit ممكن اعدل مكانها. انا السبلين اللي بهمني السبلين، لو ضغط على splint key frame بحول كل الكي فريمز اللي عندي الى splint curves، يعني الى ايش؟ منحنيات في عمليه التحكم. طيب الان لو اجينا هنا نتطلع يا صبايا على اي تراك انا اخترته او قصيته، حتى يعني اي تراك انا قصيته، اطلعوا على التراك. التراك كذلك بدنا نتعرف على كم من اداه موجوده في نفس التراك، الفيديو تراك الصوت. في هنا بس للاطلاع اللي هي علامه السماعه، اذا شايفان اللي ورا خليك معي، علامه السماعه اذا شايف علامه السماعه لو ضغط مسكتها هيك ورحت يمين ايش بيعمل لي؟ بيعمل لي جين، بيعمل لي بيضيف امبليتيود، بضخم الصوت، خليه ضخم ها، خلي الصوت اكبر. الضغول والجزع يكتب في دفتر طريقتهم لعله بالدروس ينتفع. لو صادف الجمع الجيش يقصده جين، بسموه تضخيم الصوت او تقليل الصوت. ايه مش حده، ضخامه الصوت بسموها، موجود تحت على الشمال. لا انت بدك ترجع للاداه زي هيك، ترجع للاصل، المفروض تكون موجوده عندك ها، على الطرف. لما اجي اعلم على اي تراك لازم تحت على الشمال في زي زي علامه السماعه، عارفها؟ بتكبر وتصغر السماعه. موجوده على الشمال، موجوده عندك. طيب خلاص يمكن هذه فرقيه صارت، مش مشكله، هذه للتضخيم الصوت. طيب الحين عندي التراك هنا يا صبايا، طلعوا عليه. بس هذه المربع اللي على الشمال، الرمز اللي عامل زي الفيل، مربع
ومعمول مثلثين ملزقين جنب بعض صح؟ موجود هاي صح؟ هذا المربع شايفينه هذا المربع وهذا. هذه عبارة عن ايش يا صبايا؟ بسموها نظام اللي هو الفيد، عارفين الفيد؟ الفيد حناخده احنا ان شاء الله في البريمير، عملية الاختفاء والظهور، عملية الدخول والظهور. ها ما فيش عند الدخول والظهور لصورة، دخول والظهور لايش؟ لصوت. فايش الدخول حيكون عندي؟ دخول والظهور بالصوت، يعني احنا هخفض الصوت واظهر، ويا اما بعلي الصوت وبخفضه. يعني بمعنى طلعي هنا لما بمسك هذه وبسحبها لورا، طلع شايفين الخط الاسفل اللي طالع معاكم هذا؟ تمام شايفينه؟ هذا عباره عن ايش؟ عباره عن فوليوم، فوليوم بيبدا ايه؟ صوت منخفض وبيبدا يرتفع، واللي على اليمين العكس بكون مرتفع وايش بروح؟ بصير منخفض. طبعا لما انا بمسك من فوق بكون هيك الانخفاض عامل زي هيك، لما بنزل تحت طلع بنزل تحت ايش بصير الكيرف؟ كيرف عكسي صح؟ لتحت، انه بخفض وبزيد على حسب ما انا اجده مناسب. تمام؟ خلينا نعمل زوم عليها عشان تكون اوضح في العمل. المشكله انه انا الشاشه عندي زومها عالي، فباجي هنا طلع بمسك فوق بروح يمين شمال، لو نزلت تحت خلينا نبدا من البدايه. من البدايه باجي على السماعه هذه، لاحظي من فوق كيف بتصير هاي الفوليوم، لو مسكتها ونزلتها تحت فانا بتحكم في القوس، شايفين القوس كيف بتحكم، بس بطلع وبنزل بالفوليوم. هنا بقلل في الفوليوم اثناء الدخول، وهنا بقلل اثناء الدخول، بقلل يعني بكون صامت وبرتفع، هنا بكون عالي وبنزل. تمام؟ لو جينا هنا نشغل المؤشر من بدينا هنا، بدينا هنا صوت واطي صح؟ ليست بماء يبدا ايش يرتفع، لكن انهم تكاملت عنهم وطلع تعرف اسماءهم باعينهم. والعكس صحيح، لما يجي هنا بكون عالي لله ترتفع، تضيق بالناس الطرق ان كثروا، وهذه بالزحام تتسع، اذا راوها امامهم فرحوا ولم يبالوا بانها وجع، يبدون للموت انه عبث حتى لقد كاد. اذا هي بان الدخول، بان اللي هو الفيد ان فيد اوت، مش البان فيد، فيد ان فيد اوت لمقطع الصوت. دائما بخش مقطع الصوت بكون صوت منخفض وبارتفاع والعكس صحيح. ده سجل ثاني. طيب الان انا كيف انا ممكن انا اضيف تاثير على الصوت ثاني؟ في عندي الاداه الموجوده هنا، في الاداه هذه لو ضغطت عليها هنا، في لو طلعت هنا مثلث ابيض بيختفي وبيظهر من خلال اداه اللي هو الستوب واتش الموجوده عند جلوبال كليب ستريتشنج. لو ضغطت عليها فعلتها بيظهر لي خط مثلث ابيض، وهي مثلث ابيض صح؟ لو اجيت انا شغلت الفي اس دورة صوفي مسه ولعه، صوت طبيعي صح؟ صوت طبيعي، صوت الشاعر. لو اجيت انا هنا على الاداه هذه على السهم، ايش اعطاني؟ اعطاني علامه الستوب واتش. لازم انا دائما يا صبايا ضروري اثناء العمل على المونتاج للصوت الادوات ما تضغطي على اي شيء الا تتاكدي ان الاداه فعاله. اذا ظهرت لي اداه الستوب واتش لما احط المؤشر الماوس على المثلث الابيض تمام، وامسك زي هيك وامسك زي هيك امسك زي هيك واروح شمال، اروح شمال، طلع على الشمال تحت ايش مكتوب الستوب واتش 100% صح؟ خليني اعمل زي هيك وافلت، قديش صارت؟ 67% من ايش؟ من مجمل الصوت. انه هي معنات ايش معنات هذه يا صبايا؟ انه ضغط الصوت وخلاه اقل ب 67%، يعني قلله لغايه 67%، كان 100% خفضوا ل 67%. نشغل. يأتون من كل قرية زمرا إلى طريق لله ترتفع، تضيق بالناس الطرق إن كثروا، وهذه بالزحام. فزاد سرعة الصوت، خليها تبين أكثر، خلينا نخفضها ل 30%. تمام، فزاد سرعة الصوت. طبعا لما أجي أستخدمها هذه الصغيرة لازم أستخدمها بحذر شديد. خليكي معي. الآن إحنا إيش عملنا يا صبايا في الصوت؟ خلينا الصوت سريع. ملخص فيه السهل واليفع، جبالهم زمرا الى طريق لل... طبعا هذا التحكم اليدوي للصوت اللي خليته سريع جدا، لكن في طريقه ثانيه يا صبايا انه انا ايش اعمل؟ ممكن انا اتحكم في الصوت، اخليه مثلا ارجع لاصله هاي 100%، او العكس صحيح، صحيح العكس صحيح، لو زودت الزمن 100%. قم باعينهم تنكروا باللثام
أو خلعوا. فبتلاحظوا إنه إيش؟ إنه صارت بطيئة، في عندي اللي هو 100% الوضع الطبيعي. طيب في طريقة ثانية يا صبايا، هاي المقطع الصوتي نفسه، مقطع التراك اللي أنا قصيته، هذا مقطع مقصوص، بدي أعالجه نفسه بنفس الآلية هذه، آلية إني أصغر الزمن وأغير كمان حدة الصوت، حدة الصوت ما تغيرتش معي زي ما هي، سواء كان ضخمتها أو صغرتها نفس الحدة، فبدي أغير نوع حدة الصوت، بضغط كليك يمين وبروح مباشرة على حاجة اسمها ستريتش، ستريتش ستريتش موديل، هي عادة بتكون أوف، إذا أوف إيش بتتحول؟ للوضع الطبيعي. لو هو ليش تغيرت عملت لريل تايم؟ انه لان انا غيرت الزمن، غيرت زودته او قللته، تمام؟ فتغيرت معي. فبروح على ستريتش، ستريتش موديل اللي هي ريل تايم، بضغط عليها على الشمال هنا، طلعي هان اعطاني بعض الخيارات. بقول لك الان ستريتشنج للصوت على الريل تايم، على الوقت الحقيقي، هنا نسبته قديش؟ 104.5%. ممكن انا ايش اقلله زي ما عملنا قبل شوي. فهنا فوق ايش صار؟ صغر. اي كنترول زد، ها تصغير، صغير صح؟ تضيق بالناس بس تسريع. تحت في حاجة اللي هي ايش يا صبايا؟ تحت شايفين هنا اللي هو السيميوتيشنز، الها سيميوتيشن الها، او اللي بسموها البيتش، البيتش تبعتها، البيتش تبعتها، ما بمسكها زي هيك وبسحبها لبرا شوي وبشغل الفيديو الصوت. أس الطرق انكسروا وهذه بالزحام تتسع، إذا رأوها أمامهم فرحوا ولم يبالوا بأنها وجع. فأنا إيش تحكمت؟ هذه اسمها إيش يا صبايا؟ حدة الصوت. والعكس كمان ممكن أضخم الصوت، طلع هنا معناها سريعة. مين بيحضر برامج زي هيك يا صبايا؟ بغيروا صوت المذيع. ايه ايوه صحيح، ايوه بكون مثلا حاط مغبشين صورته، فزي ايش بضخمه الصوت. هذه عباره عن مونتاج اساسا، اغلب البرامج يا صبايا هي برامج تسجيليه يعني مسجله ويتم عمل عليها مونتاج. يجي بخش على صوته بيعملوا له ايش تضخيم عشان ما حدش يعرف صوته، من خلال اللي هي اداه البيتش، تمام؟ يلا خلينا نكمل يا صبايا، بدنا نكمل احنا الان. بدنا ناخذ تقريبا خلصنا كل الادوات اللي داخل الشاشه والادوات اللي فوق التحكم. الان بدنا ناخذ الكليك يمين. لما نضغط كليك يمين رايت كليك للمقطع، على المقطع نفسه، في عندي مجموعه من الاوامر الموجوده اللي انا شايفها. طبعا احكيها على السريع وانت عاد جربيها في البيت، مش محتاج ان نطبقها. edit source file بعدل على الملف الاصلي، يعني بحولني وين على الويف فورم، لو ضغطت عليها طلعي حولني على الويف فورم، بعدل على المقطع الاصلي، تمام؟ خلينا نرجع ثاني، كليك يمين، كوبي، كات، القص، اللصق، الكوبي، اللصق، الديليت، نفس الشيء. في بس هنا حاجه اضافيه اللي هي ديليت رايبل، هي ريبل ديليت، ريبل ديليت. هنا بقول لك ديليت سيلكتد اللي هو فايل سيلكتد كليب، لو عملت هيك بحذف لي المقطع كله، كنترول زد تراجع. لو رحت على اداه التحديد وحددت جزء من المقطع زي هيك وقلت له كليك يمين، لاحظ الرايبل ديليت فعل لي الاوامر اللي تحت، انه بقول لك احذف قبل، احذف بعد، احذف المقطع نفسه. فانا ما جربيها انت عندك، هاي التايم سيلكشن انت سيلكتد ايش بعملها؟ ديليت. لو ضغطتها لازم قص المقطع اللي في المحدد، المقطع اللي في النص اللي انا حددته، يعني من هان لهان هذه المساحه هي اللي عملها ديليت، تمام؟ كليك يمين ديليت، بحذف لي، بقول لك تايم سيلكشن اللي هو سيكشن ان سيلكتد تراك، حذف لي اللي بعد، تمام؟ في بحذف لي اللي قبل، يعني جربيها. طيب في عندي ايضا التريم، اقتطاع، بقول لك تريم تايم سيلكشن اللي انا حددته، عمل لي اياه تريمينج، فبحذف لي كل اللي قبل واللي بعد، بخلي لي ايش المقطع اللي انا حددته، نفس نظام التريم او الكروب، نفس نظام الكروب، فاكرين الكروب؟ كروب تايم في الويف فورم نفس الشيء. طيب السبلت، لما اعمل سبلت، طبعا هذا السبلت، السبلت هنا يا صبايا لازم يعني ما لهاش علاقه بالتحديد، لها علاقه بالمؤشر الازرق اللي في المؤشر الازرق الموجود عندي هان. لما اضغط عليه كليك يمين هيك واقول له اعمل لي سبليت، بيقطع لي المقطع اليمين والشمال، نفس اداه الرازو تول، نفس اداه الرازو تول، اي عمل لي مقطع اول مقطع ثاني، تمام؟ طيب
لو عمل لي سبليت، لاحظ سبليت مقطع اول مقطع ثاني، هي اثر على اللي تحت؟ لا ما اثرش على اللي تحت. طيب لو جينا هنا زي هيك قلنا له كليك يمين، قلنا له سبليت اول كليبس، يعني اقطع لي كل الكليبات في كل التراكات على المساحه اللي وين المؤشر الازرق موجود، يعني اقطع لي اياه وين المؤشر الازرق موجود. لو جيت هنا زي هيك قلت له اعمل لي سبليت لكل التراكات، التراكات كل الفيديوهات، بقول له اوكي كليك يمين سبليت اول، فراح لاحظ هنا هي مقطع وهي مقطع، تنسيش كمان هنا في مقطع وهنا كمان في مقطع، فهو انا ايش قص لي؟ قص لي المؤشر الازرق وين انا حاطه، بس مش بس التراك تبعي، كل التراكات بدي اقصهم مع بعض، فقص لي كل التراكات مع بعض. طيب الان احنا في عمليه خلينا انتقل، برضو بدي انتقل لعمليه التحديد، لكن عمليه التحديد لما ضغط كنترول 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 وسكت سحبت زي هيك سحبوا مع بعض. طيب الحين انا كيف بدي افلت زي ما حكيت زميلتكم، بضغط برا هيك فلت. طيب لما اجي ارجع اوه خربت الدنيا وانا ناسي حالي، ايش بدي اعمل؟ ايش بدي اعمل عشان اثبت المقاطع الصوتيه تكون فوق بعض بشكل صحيح؟ باجي انا هنا بحدد الاول كنترول، بحدد الثاني، لازم احدد اثنين، او من هنا لو عملت زي هيك تحديد بحدد، بس لاحظ انه حدد هذه وهذه، انا بلغيها وانا ماسك كنترول بلغي التحديد. تمام، بضغط كليك يمين. تمام، وفي عندي حاجه اسمها ميرج كليب. هنا لا سوري، لو جيت على المقطع هذا المقطع هذا المقطع هذا قلت له كليك يمين ميرج كليب، ميرج كليب ايش عمل لي اياهم؟ جمعتهم مع بعض فصارن هنا ميرج كليب، صارت مقطع واحد. هي طريقه كنترول زد. طيب هذا على التراك نفسه، على نفس التراك. طيب انا بدي اثبت هاي صبايا، بدي اثبت التراك الفوقاني والتراك التحتين، لان انا مضبطهم بالفوليوم، شفنا كيف علينا في مكان ووطينا في مكان، بدي اثبتهم. هذا حيفيدك في الامتحان، ها حيفيدك في الامتحان. كيف بدي اثبتهم؟ عملت اول مقطع، ثبتت المسافه، ثبتت كل شيء، بس ايش بدي اياه؟ بدي يكون ثابت، بس ايش ما يتغيرش مكانه. فبضغط على الاول وبضغط على الثاني وبقول له كليك يمين، بقول له ايش؟ جروب، جروب كليبس، جروب جروب كليبس. ايش الجروب؟ فاكرين الجروب اللي اخذناه في الفوتوشوب؟ فوتوشوب بيعمل لي ايش؟ مجموعه الصور مع بعض. لو مسكت احد الصور، انا علمت على الجروب، مسكت احد الصوره في الجروب حركتها، ايش بتحرك معي؟ كل الصور. هنا نفس الشيء، لما اعمل جروبينج لاحظ هنا عمل لي قفل زي القفل بمربعات، معناته ان انا عملت جروب. لو مسكت هذا المقطع وحركته بتحرك لحاله، صح؟ لو مسكت هذا المقطع حركته ايش بتحرك؟ المقطع اللي تحتيه اللي عملت جروب معاه مسكه، مسكوا ما فلتوش بنفس المساحه او نفس المكان الصوتي، بغض النظر ايا كان في التراك ككل، لكن اللي بدي اياهم ان هم ايش؟ متوازيات، سواء مسكت من تحت وحركت او من فوق وحركت، نفس المقاطع مقطعين مع بعض. طيب بدي افكهم، طبعا الطريقه العكسيه انه اضغط كليك يمين جروب ايش؟ ان جروب سيلكت، ان جروب سيلكت، ايش بلغي لي الجروب. طبعا ليش بتحركوا مع بعض؟ ليش؟ ايوه لانهم محددين، مش معقول لهم جروب، محددين بالكنترول زي مضللين مع بعض. فبضغط برا، بضغط هان، بحرك، بتحرك لحاله. فانا ميزت بين الجروبس. كمل الان يا صبايا، عندي انا اللوك برضه كمان مره للجروب، ممكن احدد جروبين زي هيك كنترول، واحدد جروبين مقطعين واقول له لوك لوك جروب على المستوى الون تراك، او كذلك ها كذلك انا معلم فوق بدي اعلم كمان تحت، واقول له كليك يمين جروبس جروب كليبس، فبتحدد عندي ثلاثه جروب في عمليه اللي هو التحديد. طيب بدي الغي التحديد ايضا يا صبايا، في هذه طبعا، بس لاحظ في الجروب انا بجمعهم لو حركتهم بيتحركوا معي. طب فرضيه انه انا ثبت مثلا البدايه، جهزت البدايه وثبتها، بديش اياها تتحرك زي هيك، ما بدي اياها تتحرك، طبعا انا ضغطت برا حركت بتحرك. تمام، انا بدي اثبت البدايه، خليكي معي. كيف بدي اثبت البدايه؟ نقطه البدايه، ظبطت نقطه البدايه والمقطع الصوت سمعته كله تمام 100%، فباجي انا بضغط كليك يمين على التراك او المقطع، بقول له حاجه اسمها لوك ان تايم. يعني ايش يعني لوك ان تايم؟ يعني اقفل لي اياه على الوقت اللي انا حاطه، يعني ما تحركوش من وقته. لما اقول له لوك ان تايم وامسكه زي هيك باداه الموف تول بحرك، بحاول احرك بحركش، فانا ثبتت اللي هو ثبتت واعطاني علامه القفل. ايش يعني علامه القفل؟ انه قفلته على التايم.
دير بالك الرموز ضرورية انك تعرفيها، الرمز هذا لايش، هذا الرمز ايش، بدك تتدربي عليها عشان تعرفي. طيب نكمل الان في كم برضه امور اخرى، موضوع مثلا الميوت والساينس. انا لو عملت ميوت للمقطع الصوتي شغلت في صوت، ما فيش صوت لان عملت له ميوت. هنا هي احد الطرق لعمل الميوت، بدي الغي الميوت. الميوت هو الغاء الصوت. طبعا اللوب بيعمل دوران لما نفس مقطع الصوت اكثر مره، مش قضيه بتجربيها في البيت. في عندي حاجه اسمها السايلنس، سايلنس تايم سيلكشن. انا كيف ممكن اعمل، عملت انا ميوت لايش يا صبايا؟ لمقطع صوتي كله، كل المقطع عملت له ميوت. طب بديش انا جزء من المقطع بدي اعمل له ميوت او سايلنس، ايش بعمل؟ باجي على اداه السيلكشن، طلع علي، باجي على اداه السيلكشن بحدد المقطع اللي انا بدي اعمل له سايلنس، تمام؟ بضغط كليك يمين، لاحظ السايلنس تفعلت قبل ما كانت مفعله. ليش؟ لانه بحتاج الى سيلكشن. فبقول له اوكي، ايش صار فيها؟ مين يقول لي ايش صار؟ ايه كيف بالكي فريم، بالكي فريم صارت نقاط كي فريم. ها شايفينها، هيها نقاط كي فريم. اول حاله عملها ايش؟ ساينس، نزلها لحاله مباشره. فانت ممكن ايش تتحكمي فيها مباشره، تزوديها او تقلليها زي ما بدك. ها حدد لي المكان اللي انا بدي اياه كي فريم يروح، تمام؟ فبقدر انا اتحكم فيها بشكل بسيط. جربي يلا، بس وقف الصوت، خلينا نكمل الان. صبا كيف انا ممكن انا اضيف تراك مسار؟ لازم، انا في عندي تراكات كثيره موجوده عندي، صح؟ ممكن اضيف تراكات كثيره، خاصه الناس اللي بتشتغل في اكثر من تراك، اكثر موقع، اكثر يعني عاده الموسيقيين اللي بيستخدموها، لانه بيستخدم اكثر من اله موسيقيه، فبتلاقي التراكات عنده كبيره جدا، بدمج مجموعه من الاصوات، كل تراك مخليه له اداه موسيقيه محدده، تمام؟ فممكن انا اضيف تراك. كيف يا صبا؟ لو ضغطت انا كليك يمين او هنا اي مكان بتلاحظ حاجه اسمها تراك ظاهره عندي، تمام؟ او حتى لو على المقطع نفسه ضغط وطلعت عليه حتلاقي فيه انا تراك. التراك ايش اسمه يا صبايا؟ تراك اد تراك. بقول لك اد تراك على اساس انه ايش؟ ستيريو اوديو تراك او المونو ولا ال 5.1. في انواع اخرى للتراكات، تراك الفيديو، تراك كذا، ما بهمنيش. انا اللي بهمني انه ايش؟ اضيف تراك. لو ضغطت عليها زي هيك لاحظي فصل بين الاثنين، اضاف تراك جديد، تراك جديد. هذا بس للعلم او للاطلاع. طيب لو جيت انا هنا يا صبايا، تقريبا انا خلصت الكليك يمين، ضايل حاجه واحده بس اني اتدرب عليها، ان انا كيف اضيف افكت، كيف ممكن اضيف افكت. هاي عند المقطع الصوتي هنا يا صبايا بدي اضيف عليه افكت، باجي بروح على بحدد المقطع الصوتي، تبعي معي، بروح على افكت. في عندي هنا مجموعه الافكتس الموجوده عندي، امبليتيود التضخيم، الديلي والايكو صدى الصوت، الفلاتر الاند كيو اي كيو موديوليشن، يعني في شغلات كده، النويز ريدكشن اذا فاكرين اللي عملناها. بقدر انا التايم اند بيتش، عمليه زياده حده الصوت موجوده عندي، كلهم موجودات عندي، تمام؟ انا حنجرب واحده والباقي عندي انت بتدربي عليه في البيت. من ضمن الافكتس الموجوده عندي هو ديلي اند ايكو، اشهر انه بيعطيني صدى صوت، صدى صوت. فممكن انا استخدم، في عندي انالوج وديلي وايكو، انالوج ديلي وديلي رقمي وايكو صدى صوت. هجرب الايكو، الباقي انت بتجربيه في البيت. طبعا اغلب الشغل المهندسين الصوت بيشتغل على ايش؟ على الفلاتر. كل اللي تعلمناه سابقا عباره عن ادوات كيف استخدمها. الان العمل الفعلي على الفلاتر، كيف انا اتحكم فيها واتحكم في درجه الصوت، تصغير تكبير الديلي، عمليه ستريتشنج للصوت، تقليل مده الصوت، وهنا بتحكم فيه. لما باجي انا هنا بقول بلاي، هاي مصدر ان صار اهلي فالدهر يتبع يشهد احوالهم. هنا ايش في صدى مش واضح، ممكن اغير من بريسيت بعض الانواع الصدى الموجود عندي انالوج، ويستمع ياخذ عنهم فن المضاق فقد زادوا عليه. شفنا في انواع مختلفه الكثيره ابتدعوا، وكل انواع كثيره من الصدى الموجود يكون في عندي انواع مختلفه زي السبوكي مثلا المخيف، لما هم ان يخبرهم بانهم مهزومون ما اقتنعوا. قيمة الصدى هي تايم ديلي، اللي هو ديلي تايم. ايش يعني ديلي تايم؟ زمن التأخير، يعني زمن انه صوت يروح. ايش الصدى يا صبايا؟
شو بضرب في الحيطه مثلا او في الكهف او كذا وبرجع تاني. قديش الزمن اللي بده يكون فيه تاخير عبين ما يرجع للسطح الزمن؟ ايوه قديش؟ 200 ملي سكند، 200 ملي سكند. ممكن ازوده ممكن اقلله. الفيدباك شده الصوت اللي راجع لي والايكو ودرجه الصوت شدته ودرجته، يعني قديش مد 100%، هل بدك تخفضيه او تقلليه او تزوديه من خلال هذه الادوات. ايضا في عندي اللي هي ايكولايزر، عندي موجود عندي هنا ايكولايزر دائما بتلاقيهم، هذه كانت زمان موجوده. في عندي الميكسر، بتعرف الميكسر اللي كانت موجوده زمان هذه كانوا يستخدموها، كانت يدويه تستخدم، الان صارت رقميه نفسها موجوده. شده الصوت بزيده او بقلله، لو غيرتها هنا ولا حال بغيرها هنا، تمام حال بغير شده الصوت، يكتب في دفتر بفعلها، تمام. لما اسكر هنا اكس ايش بيعمل لي يا صبايا؟ كيف طريقتهم لعله انا ضفت الفلتر، كيف بدي اعرف انه فعال؟ في عندي على الشمال الافكت، الافكت شايفين الافكت راك، راك يعني ايش راك؟ يعني رفوف، رف الافكتس اللي انا ضفتها. فهيني بالدروس ينفع، لاحظي علامة التشغيل والايقاف، لو لغيتها ارتفع يسير انصار في مظاهرة، لو ضغطت عليها في الخلف فيه الفضول والجزع. جربيها عندك الان. اخر اشي عندنا يا صبايا موضوع اللي هو ايش؟ موضوع التصدير. خلصت انا من الملف، عالجته، حددت مكانه، عملت عليه فلاتر، حددت نقطة البداية ونقطة النهاية له، المقطع كله كان كامل عندي الى اخره، حددت المدة، حددت الزمن، وعملت كافة الاجراءات وتعديلات الموجودة. بضل عندي بس اني ايش؟ اصدره كملف، ملف شخصي. طبعا انت في المشروع في الامتحان حتسلمي لي مشروع، بضغط كنترول اس اول ما احفظ. وين حفظ يا صبايا؟ البروجكت SES1.SESX، تمام. هذا المشروع وين حفظ؟ في المجلد، هي عندي، هي بروجكت، هي الملفات اللي احنا اشتغلنا عليها. بضغط هنا، هي الملف المشروع اللي انا حاخده. طبعا انت لما تيجي تسلميني بتسلميني الملفات اللي انت اشتغلتي عليها اللي هي هذه، زائد المشروع، زائد المشروع. فانا هذا الملف كليك يمين بعمل له ايش؟ اد تو ارشيف، كليك يمين اد تو ارشيف، بضغط لي اياه كملف مضغوط. طبعا ما بضغطوش الان، بضغطه بعد ما احفظ المشروع واصدره واخلص كل شيء، تمام. بقول له كنت الاس حفظت المشروع وخلصنا، هذه حفظته كمشروع. الان بدي احفظه كملف جاهز للتشغيل، مش ملف للاوديشن. بروح بقول له فايل اكسبورت مالتي تراك ميكس داون انتاير سيشن، تمام. في عندي سيلكتد كليب، ما بديش اياه سيلكتد كليب، يعني حيصدر لك بس المقطع اللي انا موجود عليه فقط لا غير، او المحدده او معلم عليه فقط لا غير. لا، انا بقول له انتاير سيشن، كل الجلسه صدر لي اياها. اذا قلنا اكسبورت مالتي تراك ميكس داون انتاير سيشن، اذا من فايل امبورت مالتي تراك ميكس داون انتاير سيشن. لما اقول له اوكي، الان هيقول لي هنا، بقول لك اكسبورت مالتي تراك سيشن. طبعا هذا الملف التصديري انا بديش اياه لك، هذا الملف الك، تمام. احفظيه عندك، احفظيه على الدي على السي. انا عاده اقول لك براوز وحطيه على مجلدك، لا انا ما بديش اياه، بديش اياه لانه حياخذ مساحه على الملف، وانا مساحه الملف ماكسيمم عندك 10 ميجا، لانه الموديل ما بيقبلش غير على 10 ميجا. طبعا المشروع اللي حينطلب منك كله تقريبا دقيقه، دقيقه ونص ماكسيمم حتشتغل على دقيقه، دقيقه ونص ماكسيمم القصه اللي انت حتصمميها، تمام. في عندي هنا اسم الملف، هنا لاحظي احنا اعطاني ميكس داون، هو حط لي اسم من عنده ميكس داون. ايش يعني ميكس داون؟ عشان تفهمي انه دمج لك كل المقاطع اللي انت حطيتيها في التراكات وعملها ميكس، عملها مع بعض، تمام. وهنا اللوكيشن محدد مكانه، ممكن احطه على الديسكتوب على اي مكان بدي اياه، بس انا عشان اعرف وين مكانه. وعندي هنا النوع، الفورمات تصدير. طبعا احنا عاده نصدر بالام بي 3 لانه صوته جيد ومساحته صغيره. اذا حابه تصدري ويب، انت صدري ويب بس للبيت الك، لشغلك الشخصي، لشغل المحطات او شغل بده جوده عاليه وبهموش المساحه، بستخدم ايش؟ الويب. لكن احنا نشتغل على ايش؟ على الام بي 3. طبعا هذا بيعطيني بعض المعلومات، طبعا معلومات اساسيه في المشروع اللي انا صممت. فاكرين لما عملنا فايل نيو مالتي تراك سيشن، اعطاني، مش حطينا خصائص الملف اللي هي التراد الريت والنوع الستيريو ولا مونو ولا والجوده قديش 32 بت الى اخره، تمام. خلص بقول له ايش؟ اوكي
انا وين حفظته؟ خليني احفظ انا مثلا على البروجيكتار، بقول له اوكي. خلاص انا ايش بعمل لي؟ بيعمل لي رندرنج يا صبي. اصحي تسكري البرنامج الا لما يخلص الرندرنج. ايش يعني رندرنج؟ يعني المعالجه، خلص المعالجه. وهنا هاي البروجيكت صدر لي اياه. انا ايش سميته؟ هاي شايفين الملف هذا؟ ملف صوتي بيشتغل على برامج التشغيل الصوتيه، مش على الاوديشن. ما بيشتغلش على الاوديشن، هذا بيشتغل على البرامج التشغيل الصوتيه اللي عندي. ايش برنامج التشغيل اللي عندي؟ الام اكس ويندوز ميديا بلاير اللي غيره. انا عندي هنا فروغ، هذا نظام برنامج الجروف. هاي رجعوا ارضا وعيدا بينا طالع نزهه. هذا كل التاثيرات، كل الشغل انا اشتغلت عليه عمليه ايش؟ اكسبورتيشن. تمام. ملف صدر كملف يا صبايا، مش كمشروع. انا عاد انا ايش بدي؟ بدي منك هذا المشروع اللي هو ابتداد دوت اس اي اس اي اكس. تمام. طبعا للعلم للناس اللي عشان تظهر لي الامتدادات، ضروري انك تعرف تظهر الامتدادات. في عندي اظن فايل بشغل اي متصفح في جهاز الكمبيوتر. تمام. اي 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 صفحه، اي صفحه في جهاز الكمبيوتر، سي دي، اي مكان. بروح على فايل اوبشنز، يطلع لي هذا صح، فايل اوبشنز. بروح على فيو او عرض اذا بالعربي، ملف خصائص المجلد اذا بالعربي عندك، ملف خصائص المجلد، فايل ملف فايل اوبشنز، فيو يعني عرض. وبدور على حاجه اسمها هايد، هي هايد اكستنشنز فور انون فايل تايبس، تكون عليها صح. ايش يعني اكستنشنز؟ امتدادات. ايش يعني امتداد؟ اللي هو دوت اس اي اكس او دوت ام بي 3. هذه بكون عاده عندك اول ما تنزل الويندوز بكون عليها صح. انت بدك تلغيها من الصح، ما بدي اياها هايد، بدي اياها مخفيه. هايد يعني مخفي صح. هايد بدي الغيها، بقول له اوكي خلينا نفعلها. لو عملت زي هيك قلت له اوكي، ايش اعمل؟ اخفاء الامتداد. برجع ثاني على فايل ملف اوبشنز فيو، بنزل تحت على هذه هايد اكستنشن انون فايل تايبس هايد اكستنشن، بقول له اوكي. بيعاود بيظهر لي الامتدادات اللي هي دوت ام بي 3 دوت اس اس، عشان اعرف انا المشروع ايش اسمه، وين امتداده. تمام.